داري تاع الجزائر جزء كبير منهم يستعملوا ثقافة المظلومية، باللي أنا مسكين، أنا مظلوم، أنا مسكين، أنا عندي إحباط، أنا نكاره، أنا منيش لاقي روحي، وهذا يأثر على الأولياء بطبيعة الحال. يغيضوك أنت الأم كي تشوف وليدها ستريسي، تحس وليدها، أي أم تلقى وليدها قاعد في شومبرا، إلا كانت عنده شومبرا وحده، جاب روحه ما يحكيش ما يدورش، جاب روحه على الدار، واش دير؟ تتقلق، تتقلق، تقول له بعد واش دير؟ تسيي تحطو آلاز، تسيي تجبدو بج، تطلق روحها قدامه، ما تقدرش تضغط عليه، تبدا تخمم، يدخلها تخمم، تقول لك بالك دوك يمرض لي نفسيا، دوك تولي لي أزمة نفسية حادة، غدوة يدير لك شديقة، غدوة كش ما ينتحر، غدوة مخلوعة، بعد واش يديروا له يسعفوا فيه؟ تلقاهم أزا، تلقاهم والدين عندهم مستوى اجتماعي ودي كادر وإطارات، يقولوا ضعاف قدام وليدهم. لا وليدهم مسكين أو ماوش يضحك، وش بيه وليدك ما يضحكش كاع، وش بيه وليدك ما يقصرش. هذه الطريقة، هذه تاكتيك، وهذه المسعفة هذه منيحة للولد ولا ماشي منيحة؟ ماشي منيحة، لأنه وش راه، لأنه أنا نقول له بلي التاكتيك تاعك نجحت، انت روح قصر مع أصحابك برا، دير واش تحب برا، قصر في التليفون، اشبع قصرة وقدام الوالدة. والديك أول تاكتيك تديرها دير روحك باللي انتك مكسور، انت راك كئيب، عندك نوع من التعاسة، عندك نوع من الأزمة النفسية، باش واش يديروا هما؟ ما يطالبوك بوالو، هادي نبداو بها، ما يطالبوك بوالو، هادي تاكتيك لا بلوبار دايرين هكذا.